رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل، يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. مرحبا بكم في الحلقة 28 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا مررنا في هذه الدورة على مراحل الزواج وما قبل الزواج والخطبة والعقد وما إلى ذلك، ودخلنا إلى داخل البيوت وتحدثنا عن الرجال والنساء داخل البيوت، ووصلنا في الحلقة الماضية معكم إلى حديث مهم جدا ودقيق جدا وخطير جدا، وينبغي على كل شاب وكل فتاة يمضيا نحو الزواج أو هما متزوجان أن يتعلما مفرداته، وهو بحث الطلاق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل مذواق مطلاق، الرجل الذي يتزوج كثيرا وفي نيته أن يطلق كثيرا الله عز وجل لا يحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وإنك لن تجد زوجة كاملة، وإنك لن تجدين زوجا كاملة اللهم إلا أن تكوني في الجنة أو أن تكون أنت في الجنة. أما في الدنيا فالدنيا مجبولة على النقص، وما عليه أن تكمل أنت زوجتك وأن تكملي أنت زوجك. أما أن تكسر هذا العقد الذي سماه الله تعالى ميثاقا غليظا، أما أن تحل هذا القيد فقد مشيت في ممشى وعر، ولعل الله تعالى يحاسبك حسابا شديدا إن لم يكن ثمة ضرورة كبيرة لهذا الأمر. كنا تحدثنا في المرة الماضية عن نصوص وأرقام في الطلاق، وتكلمنا عن تعريف الطلاق، وتكلمنا عن حكم الطلاق. الآن لماذا شرع الطلاق؟ إذا كان الطلاق فيه شر، إذا كان الطلاق فيه ضيق، إذا كان الطلاق فيه تدمير لأسر، لماذا شرعه الله تعالى؟ أتعلمون أيها الإخوة أن في كليات الطب يتعلم الأطباء مادة اسمها مادة السموم؟ إنهم يقرؤون السموم ليعالجوها، وربما احتاجوا سماً في يوم ما لعلاج ما. أتعلمون أن طبيب الأسنان يستخدم في عيادته مادة قاتلة اسمها مادة الزرنيخ؟ إنها مادة سامة وقاتلة، لكن لها استخدام في مكانها المناسب. ألستم تخبرون أن في جراحة الطب مادة تدرس أيضاً بين الأطباء وفي الجامعات تسمى مادة البتر؟ أحياناً يلجأ الطبيب إلى بتر عضو من الأعضاء، لماذا؟ لأن بقاء هذا العضو سيؤدي إلى تموت سائر أعضاء البدن، فأنا بالخيار بين شرين أحلاهما مر، أختار الشر الأخف لأدفع الشر الأكبر. وقد حدثني طبيب عينية في يوم من الأيام وقال إنهم في طب العيني يلجؤون أحياناً، نسأل الله السلام لنا ولكم، إلى قلع العين. قال لي: لقد قمت بهذه العملية في حياتي مرتين،
قال: لكن يا أستاذ صدقني، في المرتين وأنا أقلع العين كنت أبكي ويبكي معي الطاقم الذي يعالج في غرفة الجراحة. وحدثني طبيب جراح مختص في طب الطوارئ، قال بأنه احتاج مرة إلى بتر قدم، وقال لي هو أيضا إن المشفى كلها اهتزت عندما بترنا تلك القدم. الطلاق هو كقلع العين، الطلاق هو كبتر القدم، الطلاق هو كمادة سمية لكنك تحتاج إليها في بعض الأحيان. الإسلام شرع الطلاق دواء لحالة يستحيل أن تستمر الحياة معها، بل إن استمرت الحياة لأدت إلى غانغرين في كل هذه الأسرة، لأدت إلى تموت في كل هذه العائلة، لأدت إلى خصومات الله بها عليم وشجارات لا يحلها إلا الطلاق. شرع الطلاق لحل مشكلة كبيرة وليس لصنع مشكلات جديدة. فمن أراد أن يطلق فعليه أن يطلق بعد دراسة عقلية مستفيضة، وبعد اختيار أو اختبار أو استشارة لأناس عقلاء يثق بدينهم ويثق بأخلاقهم، وبناء على دراسته وعلى دراسة زوجته يجدون أن أفضل حل هو الفراق بين هذين الشخصين، فيتم عندها الطلاق. أما أن يأتي رجل إلى بيته فلا يجد الطعام جاهزاً فيقول لزوجته هي طالق، فما بهذا أمر الله ولا شرع الطلاق لمثل هذه الحماقة. أما أن يكون رجل يلعب مع أصحابه بلعبة الورق فيخسر حيناً أو لا يربح حيناً فيطلق زوجته أو يحلف بالطلاق، فما لمثل هذه الحماقة شرع الطلاق. أما أن تكون زوجة تطلب من زوجها أن يشتري لها ثوباً جديداً على عرس أختها، فإذا لم يأتها بالثوب قالت له: إذن أنا ذاهبة إلى بيت أهلي، أرسل لي ورقة الطلاق، أحمق امرأة في العالم. أما أن تأتي امرأة لتقول لزوجها: إذا قلت نفقته طلقني الآن، أنا لن أصبر عليك بعد هذا الشهر أو الشهرين، فما بمثل هذا شرع الله الطلاق. الطلاق شرع لحل مشكلة كبيرة لا يمكن حلها إلا بالطلاق. كان غير المسلمين لا يطلقون نساءهم، وكانت بعض القوانين الوضعية ولا زالت تحرم الطلاق، غير أنهم وجدوا أن أسراً كبيرة تدمر إن لم تطلق، فقننوا الطلاق، وصار الطلاق شرعة عالمية، لكنه بقي في الإسلام مضبوطاً أحسن الضبط. هذه هي حكمة الطلاق. الآن نقطة دقيقة جداً أرجو من كل رجل أن ينتبه إليها: ألفاظ الطلاق، كيف يطلق رجل زوجته؟ هذه الألفاظ أريدك أن تحفظها لأجل ألا تستخدمها إلا عندما تريدها، ومهما نطقت بها فأنت محاسب عليها. لا ينفع الاعتذار ولا تنفع المسامحة ولا يوجد إقالة في الطلاق. انتبه إلى هذه الألفاظ، خطيرة وخطيرة جداً، وهي ألفاظ حارقة لكنها لا بد أن تتعلمها. ألفاظ الطلاق نوعان: ألفاظ صريحة واضحة جلية، وألفاظ يسميها العلماء كناية ليست صريحة. الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية، ما إن نطقت بهذه الأحرف المتتابعة التي ستسمعها مني الآن ذهبت المرأة وبقيت بغير امرأة. لا تقل لي نويت أو لم تنوي، أردت أو لم ترد. الألفاظ الصريحة يا أيها الإخوة، أرجوكم حافظوا على الأسر، أرجوكم احفظوا أعراضكم ونساءكم. يا أيتها النساء أرجوكن، نحن نريد أسراً، والله ما درست هذه الدورة ولا أعدت هذه الدورة ولا بذل ما بذل، والله أعلم بالشيء الذي بذل لهذه الدورة، إلا حفاظاً على أسرتك. أرجوك لا تدفعي زوجك نحو هذه الألفاظ. ألفاظ الطلاق نوعان: صريحة وكناية. أما الألفاظ الصريحة فهي: الطلاق،
والفراق والسراح. أكثر الناس الآن يستخدمون كلمة الطلاق، من قال لزوجته هي طالق أو قال فلانة طالق وسماها باسمها، أو اتصل بها بالهاتف وقال أنت طالق، أو أرسل رسالة عبر الجوال ونطق بها وقال فلانة زوجتي طالق، ذهبت المرأة وانحل العقد وانكسرت الزجاجة، وستسأل يوم القيامة بين يدي الله لما قلتها، ووالله لئن لم يكن بين يديك حجة لتحاسبن حسابا عسيرا. مهما صليت أو صمت أو زكيت أو حججت لقد كسرت أسرة عقد ما بينها رب العالمين بميثاق غليظ. أتذكر تلك الكلمة التي قلتها لعمك زوجني ابنتك وقال نعم زوجتك؟ أتحسب أن هذه الكلمة جاءتك من عند القاضي الشرعي أو من عند الشيخ الذي عقد العقد أو من عندك أو من عند أبيك؟ هذه كلمة شرعها الله من السماء. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات. زوجتك في بيتك أسيرة، ارحم هذه الأسيرة يا أخي. أخذتموهن، لا تنام الزوجة حتى يأتي زوجها، لا تأكل الزوجة حتى يأكل زوجها، لا تستيقظ إلا بالوقت الذي يناسب زوجها، أسيرة لا تخرج من البيت إلا بأمرك، أهكذا يفعل بالأسير؟ استوصوا بالنساء خيرا إنهن عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله. زوجتك عندك أمانة ليست من أبيها، أمانة من الله. بالله عليكم لو أن الله وضع عندك هرة وقال هذه أمانة عندك، بالله عليك ماذا تطعم الهرة؟ بالله عليك أين تجعلها تبيت؟ بالله عليك كيف تعاملها وهي هرة؟ كيف بالزوجة؟ كيف بأم الأولاد؟ كيف بهذه التي صبرت عليك 40 سنة في شدتك وفي ضيقك وفي كربك؟ أتذكر وأنت مريض في المشفى من الذي قام عند قدميك؟ أتذكر عندما بقيت في بيتك أشهراً 3 أو 4 من كان الذي يعينك؟ أليست هي تلك المرأة؟ الآن عندما صرت قوياً طلقتها؟ ما هكذا يفعل النبلاء. استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان أسيرات أخذتموهن بأمانة الله، والشاهد هنا واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه الكلمة زوجني ابنتك زوجتك ليست من القاضي الشرعي، إنها كلمة الله، كسرتها أنت الآن عندما تقول هي طالق. ألفاظ الطلاق الصريحة 3: الطلاق والفراق والسراح. إذا قلت لزوجتك هي طالق، أو قلت لزوجتك فارقتك، أو قلت لزوجتك سرحتك، فقد مضت الزوجة. نويت أو لم تنوي، لا تقل للقاضي الشرعي لم تكن عندي نية، خلاص خرجت هذه الكلمة وستحاسب عليها، فكن دقيقا بها. نتابع حديثا عن ألفاظ الطلاق بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ونحن نتحدث للمرة الثانية عن الطلاق. كنا قبل الفاصل نتحدث عن ألفاظ الطلاق، وقلنا هي نوعان: ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. ألفاظ الصريحة هي الطلاق والفراق والسراح، وهذه ألفاظ لا تحتاج إلى نية. الآن ألفاظ كناية، يعني هي تطلق على الطلاق وعلى غيره. هذه الألفاظ تحتاج إلى نية، من قالها وفي نيته أنه يطلق زوجته فقد طلقت المرأة. مثلا من قال لأهله لزوجته اذهبي إلى بيت أهلك ولا ترني وجهك، سنسأله ما نيتك؟ إذا قال نيتي بأنني أنا الآن مغضب ولا أحب أن أتواجه معه، اذهبي يوم يومين 3 لا تريني وجهك حتى أسألك، نيته ماذا في قلبه؟
نقول ليس طلاقا. أما إذا كانت نيته اذهبي إلى بيت أهلك ويريد اذهبي طالقة في نيته فقد طلقت المرأة. من قال لزوجته وكانت العرب تقولها حبلك على غاربك، العادة أن الناقة إذا ركب عليها قائدها فإنه يمسك بالحبل، فإذا أراد أن ينزل ويتركها ترك الحبل على الغارب على الظهر على مؤخرة ظهرها، في إشارة إلى أن هذا الزوج لا يريد هذه الزوجة بعد الآن. من قال لها حبلك على غاربك ويريد بها طلاق بنيته قلنا هذا طلاق، ومن قال لا أنا لا أريد طلاقا نيته. لكن يا أيها الإخوة الرجال، أتدرون أن الله مطلع على سرائركم؟ أتعلم بأن الله يعلم ما في قلبك؟ لعلك تذهب إلى دائرة الفتوى أو إلى أبيها أو إلى القضاء الشرعي أو إلى المفتي لتقول والله ما كان قصدي الطلاق، وأنت في الداخل تقصد طلاقا. لقد خنت ربك الذي يعلم السر وأخفى. اعلموا أن القول أربعة أنواع: الجهر والنجوى والسر وأخفى. الأقوال أربعة: الجهر والنجوى والسر وأخفى. أما الجهر فحديثي معكم الذي تسمعون جهر، وأما النجوى فحديث بين اثنين يهمسان في أذن بعضهما البعض نجوى، وأما السر فحديث تضمره في قلبك، وأما ما أخفى من السر فهو الأمر الذي ستسره بعد سنوات. ربنا يعلم الجهر ويعلم النجوى ويعلم السر ويعلم ما هو أخفى. إياك مهما كنت لاعبا في شيء فإياك أن تلعب بدينك، إياك أن تكذب على الله. هو الذي حرك لك قلبك وهو الذي خلق لك هذا القلب ويعلم ما في ضميرك. إذا كنت ناويا طلاق سيقع الطلاق، إن لم تكن ناويا طلاق مع ألفاظ الكناية فلن يقع الطلاق. مرة كتبوا إلى سيدنا عمر إن فلانا قال لزوجته حبلك على غاربك، فماذا تقول يا أمير المؤمنين؟ هل هذا طلاق أو غير طلاق؟ فقال عمر لأميره قال دعه فليلقني عند الموسم، في موسم الحج دعه يلقاني عند الكعبة. وبالفعل في تلك السنة وبينما كان عمر في موسم الحج يطوف حول الكعبة وإذا برجل يسلم عليه بالإمارة، قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال من أنت؟ قال أنا الرجل الذي قلت لزوجتي حبلك على غاربك وكتبنا إليك وقلت أن ألقاك عند الموسم، فها أنا ألقاك عند الموسم حول الكعبة. وقف عمر ونظر إليه قال أسألك برب هذه المشاعر، أكنت تنوي طلاقا أو لا؟ صمت الرجل ودمعت عينه وقال والله لو سألتني بغير هذا المكان ما صدقتك، أما وقد سألتني برب هذه المشاعر فإني نويت طلاقا. قال عمر فالأمر كما نويت. إذن يا أيها الرجل انتبه، لا تتكلم بالكلمة وتنوي شيئا ثم تذهب إلى محكمة شرعية وتقول أنا لم أكن ناويا لهذا الأمر. ربك يعلم ما في قلبك، ووالله لئن كذبت على الله فليس لك كاشف من دونها إلا أن يسامحك رب العالمين وزوجتك عندك أمانة. الآن ما القول في كلمة علي الحرام؟ نسأل الله السلامة. معنى علي الحرام الذي يقولها كأنه يقول زوجته عليه حرام، يعني زوجتي علي حرام، هكذا يقول. هل هذه من ألفاظ الكناية أو من ألفاظ الصراحة؟ بعض العلماء قالوا هذه لفظ كناية سنسأل عن نيته، لكن بعضهم قالوا العرف جرى أن كلمة علي الحرام هي من ألفاظ صريحة، لذلك مجرد ما قال هذه الكلمة طلقت المرأة. بل إن سيدنا عليا كرم الله وجهه قال من قال لزوجته علي الحرام طلقت منه ثلاثا ولا ترجع إلي أبدا. لا تتهاونوا يا شباب،
إذا كنتم مع أصحابكم، إذا كنتم في طريقكم، إذا كنتم تلعبون أو تضحكون بهذه الكلمة، لا يقول هذه الكلمة النبلاء، ولا يقول هذه الكلمة كبار القوم وعليتهم. لذلك كن كبيراً ولا تنزل إلى هذا المستوى المتدني. هذا ما يتعلق بألفاظ الطلاق. الآن هناك بعض الأحكام في الطلاق. ما حكم طلاق المجنون؟ لا يقع، لأن الله رفع القلم عن ثلاث، واحد منها المجنون حتى يعقل، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. الآن ما حكم طلاق المكره؟ لو أن رجلاً لا سمح الله ولا قدر وقع أسيراً في بلاد أعداء المسلمين، ووضعوا فوق رأسه مسدساً وقالوا طلق زوجتك الآن، وقال زوجته طالق، هو قال هكذا زوجتي طالق، ما الحكم؟ أيضاً لا يقع، على أن يكون إكراهاً حقيقياً. أما أحياناً أم تقول لابنها، تقول برضاي عليك بتطلق مرتك يا ابني، بإلا طلقتك، بعدين بيقول هو مكره، لا هذا ليس إكراهاً. بين معترضتين، يا أيتها الأمهات، لماذا تأمرن أولادكن أن يطلقن زوجاتهن؟ أتردن لأولادكن أن يذهبن إلى الحرام؟ يبقى ابنك بغير زوجة، ماذا يفعل؟ يبحث عن امرأة في الشارع؟ لقد خربت بيت البنت وبيت ابنك، ألا تخافين من الله أن يقتص منك في نفسك أو في بناتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. خبب يعني أفسد. إذا أفسدت أيتها الحماية، أفسدت ابنك على زوجته، لست من النبي صلى الله عليه وسلم. وغدا إذا قامت القيامة واقتربت الشمس اللاهبة من الرؤوس وغرق الناس بعرقهم، وكنت تبحثين عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليأخذ بيدك إلى الظل أو لتشربي من حوضه، فإنه سيعتذر منك ويقال لست من النبي صلى الله عليه وسلم، لقد خببت ابنك على امرأته. لماذا تفسدين ما بينهما؟ لعل قلبه معلق بها، ولعل قلبها معلق به. لعلك تقولين إنها سيئة، ما عليه، إذا كانت سيئة وكنت بطلة أصلحيها، واجعلي ابنك يصلحها، ولا تضعي ابنك في خانة ضيقة تقولين إما أن أغضب عليك وإما أن تطلق المرأة. يا أيها الأب، لماذا تطلب من ابنك أن يطلق زوجته؟ لقد أوقعته في ضيق شديد، ولعله في لحظة يقول أنا لن أطلقها، اغضب إذا شئت وارضى إذا شئت. وهل تعلم إذا غضبت على ابنك من الخاسر؟ الخاسر ابنك لا شك، والخاسر أنت. الولد المغضوب سيسيء إلى أبيه، الولد المغضوب سيشتم أباه، الولد المغضوب ربما ضرب أباه. أنت السبب، أنت الذي غضبت، وأنت الذي أوقعته في هذا الضيق. حل المشكلة بغير طلاق، وقد مرت معنا نقاط كبيرة في حل المشاكل الزوجية. طلاق المكره إكراهاً حقيقياً لا يقع. الآن طلاق السكران، لو أن رجلاً شرب خمراً، شرب مادة مسكرة، شرب مادة مخدرة فطلق، ما الحكم؟ العلماء قالوا يقع، لأنه تعدى في سكره، أذهب عقله بإرادته، لذلك سيحاسب على جراء ما فعل. تماماً لو أن السكران قتل إنساناً، ألا تحاسبه المحاكم الأرضية؟ بلى، وإلا إذا تركناه بغير حساب لكان كل من أراد أن يقتل إنساناً شرب كأساً من الخمر أو من ذاك الشراب أو غيره، ثم ذهب فقتل رجلاً ورجع إلى المحكمة يقول أنا سكران، فتبرئه المحاكم. ما حكم طلاق الهازل؟ طلاق الهازل يقع. لا يوجد هزل في الأعراض، لا يوجد مزح في الأعراض، عرضك ليس ألعوبة، والشرع جاء ليحافظ على أنساب الناس وعلى أعراضهم، فلا تلعب ولا تمزح بزوجتك ولا بأهلك. لا تقل لزوجتك تعالي لنجرب،
إذا أنا قلت كلمة طالق يعني أنت بتطلقي لما ما بتطلقي. الأمر لا يحتمل التجريب، الأمر واقع والأمر جد، فلا تخطه بشيء من الهزل. الآن ما حكم طلاق الغضبان؟ وهذه نقطة مهمة. الغضب ثلاثة أنواع، فغضب يذهب معه العقل، يبقى الإنسان بلا عقل. بعض الناس إذا غضبوا بالفعل ربما ضربوا أنفسهم ضرباً بالزجاج من دون أن يشعروا، ربما سقطوا بالأرض ولم يعوا، ربما تكلموا بكلام ولما أفاقوا ما تذكروا منه شيئاً، ربما دفعوا من حولهم دفعاً فلم يعلموا ماذا صنعوا. طلاق الغضبان، الغضب ثلاث أنواع، فغضب يذهب معه العقل، وهذا في الناس قليل. هذا الغضبان بهذه الدرجة لا يقع طلاقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. الإغلاق إغلاق العقل، إذا أغلق على العقل فلا طلاق عندها، لكن لا بد أن يكون هذا الرجل في مرحلة إغلاق. الرجال الذين يصلون إلى هذه الرتبة قلائل، ومعروفون في أسرهم، معروفون بأنهم يكادون أن نقول إنهم مجانين في مثل هذه الحالة. الرتبة الثانية طلاق غضب يبقى معه العقل في كماله، يعني هو غضبان لكنه يعي كل المفردات. ما الحكم؟ الحكم إن الطلاق يقع في هذه الحالة لأن عقله ما زال فيه باتفاق العلماء. وأنا لا أعلم رجلاً طلق زوجته وهو يضحك، لا شك أن الناس كلهم عندما يطلقون يكونوا في 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 غضب، وإن كان المطلوب أن لا تطلق وأنت غضبان، إن كان المطلوب أن تطلق بعد دراسة عقلية مستفيضة، لكن لا بأس إذا كان هناك غضب والعقل فيه فالطلاق يقع. هناك درجة بين الدرجتين، الدرجة الأولى بدون عقل، والدرجة الثانية مع عقل كامل. هناك درجة بين الدرجتين، الأولى التي بدون العقل قالوا لا يفرق بين أعلى الوادي وأسفله، بين الماء والنار. الآن الدرجة التي بين الدرجتين هذه محل اختلاف العلماء. جمهور العلماء قالوا بوقوع الطلاق فيها إذا كان غضبه متوسطاً، لا هو مغلق على عقله ولا هو باق عقله بالكلية 100%. بينهما الجماهير قالوا يقع طلاق الغضبان. يا أيها الإخوة، هذا متابعة لبحث مهم في موضوع الطلاق في هذه الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ولا زال في الجعبة في مسألة الطلاق كلام نتابعه معكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من هذه الدورة، فانتظرونا في الأيام القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل، يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل، فتاة قلبها سكان يضم